بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام في الدنيا والآخرة، أمين يا رحمن. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب هو ليدر، كما هو رئيس قبيلة ولا رئيس دولة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم، يعني قدرتموهم وعنتموهم على مهمة النبيلة، وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني بالطريقة دي يا رب يعتبركم كأنكم سلفتوه حاجة، بما أن ربي كريم وحافظ الأمانات ومش هعطيكم خير منها. دائما بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، مش قرض خبيث كما تعمل فيه في البنوك كلاب، من تبيعوهم في أرزاقهم كل شيء ويطلع عندهم على رسل، يعني حتى البرنامج اللي عملتهولهم بروجي ولا بروجرام ما عملوش شيء، وطعم باش يزيد يتورط أي يزيدني المرة هذه حتى أبلغ تمويل المشروع هذا، ما عملنا شيء، يا كلاب يا كلاب يا كلاب. أنا أعود إن شاء الله تعالى.